أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. ميادة الحناوي تعود للساحة الترابية بأغنية مصرية بعنوان روح. أشرف زكي ضيف صالون إحسان عبد القدوس الثقافي غدا. أحمد آدم في 100 سؤال عمرو واكد مين عشان يقطع الباسبور المصري. سيلفي يجمع عاصي الحلاني وإيمي سياح وفرقته. قصة لاجئ سوري تبكي بطل نادي القتال وتدفع لمساعدته بالتبرعات السخية. ديبيكا باديكون تحلق شارب حبيبها رانفير سانغ أمام الجميع. الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي ستعود قريبا للساحة الترابية بأغنية روح. من كلمات الشعر الغنية الكبير هاني عبد الكريم والملحن أحمد زغلول والموزع أسامة عبد الهادي، وهي الأغنية التي بدأ التحضير لها بالفعل والمقرر تسجيلها يناير المقبل في القاهرة، حيث تم الاتفاق مع الفنان الكبير من أجل القدوم إلى مصر ودخولها الاستوديو لوضع صوتها على الأغنية التي تعود بها للغناء بفريق عمل مصري كامل بعد غياب سنوات طويلة. يستضيف صالون إحسان عبد القدوس بنقابة الصحفيين المنتج محمد حفزي وعلاء كركوت والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للحديث عن أزمات السينما المصرية في القرن 21، وذلك غدا الاثنين في 7 مساء. يشار إلى أن السينما المصرية تعاني من أزمات كثيرة في الوقت الحالي، أبرزها قرصنة بعض القنوات الفضائية، مجهولة الهوية للأعمال السينمائية، فور طرحها بدور العرض. علق الفنان أحمد آدم على شخصية الفنان عمرو واكد قائلا عمري ما شفته ولا عرفته ولا عاوز أعرفه ولا بحبه، أنت إيه ولا مين عشان تقطع الباسبور المصري؟ وبعدين أنا الحمد لله يعني عمري ما شفته ولا عرفته أساسا ولا أحب أعرفه، مش عاوز تعرفه حد. مش ده من زمان على فكرة، من قبل والله العظيم ثلاثة، من قبل أي حاجة، ده من زمان. بس أنا طول الوقت حاسس إن ده مش مظبوط، في حاجة وراه. يعني ايه تقول اقطع الباسبور لو مش عارف ايه والمصري الباسبور ايه اللي تقطعه؟ انت مين انت عشان تقطع باسبور مصري؟ ولا انت مين؟ انت ايه اساسا عشان اساسا تطلع تتكلم؟ وعملوا منه هاله كده، وهو وانا شايفه اقل من عادي. انا ما بحبش اتكلم على ممثلين وبتاع، لكن حتى على مستوى الفن ما فيش حاجه علمت معاه. وجهت الإعلامية راغد شلهوب ببرنامجها 100 سؤال والمذاعة على قناة الحياة التي وجهت عددا من الأسئلة للفنان أحمد آدم، منها إيه أكتر حاجة بتحبها في المرأة؟ فأجاب دماغها أكتر من أي حاجة، ويكون شكلها حلو وعينيها حلوة، تقريبا أنا بوصفك. فردت الإعلامية بالضحك. التقط الفنان اللبناني عاصي الحلاني سيلفي كعادته جمعته بكل من عمرو دين وعلي يوسف والإعلامية الجميلة إيمي سياح. عاصي الحلاني أكد إنها أحلى سيلفي لتواجد إيمي سياح فيها، وإنه سينشرها عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. جمع الممثل الأمريكي إدوارد نورتن مبلغ أكثر من 425 ألف دولار من أجل لاجئ سوري أبكته قصتها المأساوية التي قرأها في مدونة عبر الإنترنت. واللاجئ السوري هو عالم سوري فقد بعض من أعضاء عائلته في تفجير وقع قبل عامين بينهم زوجته وابنته. نشر الممثل المتألق نيرفين سانغ فيديو له على حسابه الشخصي وهو مستسلم تماما للنجمة الجميلة ديبيكا باديكون، وهي تقوم بحلق شعرهم بعد عرض في المعادلة.